ازيك يا استاذ؟ ازيك؟ واضح واضح. والله هو الحقيقه انا ما اخترتش التمثيل. بص، هو هي جمله كليشيه قوي قوي، البعض هزر لما بتكلم مع اهلي في الموضوع. هو التمثيل اللي اختارني، بمعنى ان انا اصلا فعليا من جوايا بحب الباليه اكتر، او ساعات دلوقتي بحس انه بيوحشني المسرح او الباليه اكتر او حتى الغنى. بس في النهايه هي شاءت الظروف، وجات لي صدفه ان انا تم ترشيحي في فيلم مع استاذ يوسف شاهين. كان عنده سمة مهمة جدا، ان هو كان من المخرجين اللي مش دايما يقعد عند المونيتور بعيد عن الممثل الاكشن من بعيد. لو في لحظة مهمة دراميا، او هو عايز نظرة عين معينة او احساس معين، كان يقعد هو جنب الكاميرا ويقولك بصي في عينيا، وهو عينيه كانت كبيرة معبرة جدا. فحتى ان انا ما كانش عندي خبرة جامدة، فده كان بيساعد كتير ان هو معلومة. انا ما وقفت الشغل عشان ابقى ام خالص. يعني كنت بصور في 2014 مسلسل دهشة من اول الحمل لحد نص السابع، فكنت بصور طول فترة الحمل. وبعدين لما بنتي اتولدت بعدها بالظبط ب 40 يوم او 45 يوم اتعرض عليا ان انا اقدم برنامج اسمه مايكروفون، اللي هو انا وامير صلاح الدين بنقدم فرق موسيقية وكده. وكان طبعا ظروف تصويره صعبه، بس كانت اسهل من المسلسلات والافلام. يعني في الوقت ده ما كنتش هقدر اعمل مسلسل رمضاني مثلا، لا ما اقدرش كل يوم ابقى موجوده في اللوكيشن 18 و20 ساعه عشان معايا طفله رضيعه. انا وسيله مصريه وعربيه، حتى لما هسافر بره صعب قوي اوصل اللي وصلت له هنا او اللي ممكن اوصل له هنا، لان في الاخر انا هنا دي بلدي ودي ثقافتي ودي لغتي، فانا اكيد هوصل للجمهور اللي من بلدي اكتر ما هوصل للجمهور الامريكاني او الدنماركي او الفرنساوي حتى لو بتكلم اللغه. هو انا حاليا بصور ثلاث حاجات. اللي فات ابتديت فيلم اسمه العنكبوت، ده اخراج استاذ احمد نادر جلال، وبطوله احمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين وانا وريم مصطفى. تانية بقى مسلسل لما بدأت تصويره اسمه اطمني، بس هو دلوقتي بقى اسمه طاقة حب، هما غيروا اسمه الأسبوع اللي فات قبل ما يتعرض على طول. المسلسل ده كان المفروض هيتعرض على ويب سايت من الحاجات اللي هي أونلاين، وهيتعرض على قناة مشفرة الفترة دي، وبعدين يمكن يتعرض على التلفزيون على القنوات المفتوحة المصرية. ما اعرفش لسه كل التفاصيل، بس اعتقد ابتدى يتعرض اونلاين من كام يوم، بس انا كنت بصور فما لحقتش اشوف حاجه.